بلشنا بستراتوم اللي هو بمنطقة ميلان حسن اوفيس بيلدينج هاي اند بقلب سوليدير. من بعد ستراتوم انتقلنا لمرفأ عم نعمل مشروع اسمه وان اوك ريزيدنسز، هو على الفرونت لاين مع فول فيو على البحر وعلى الجبل، شقة بتراوحوا من 300 متر لبنت هاوس من 100 متر، كمان عندنا محلات تحت. طورنا مشروع اسمه سرسو ياز، منطقة سرسو اللي هي من أهم المناطق الأشرفية. بيتميز المشروع انه هو تاور وعنده 900 متر مربع جرينري. ديزاين تبعه كتير فانكي، منه كلاسيك ابدا مثل ما نحن بنحب. الشقق السكنية ببلشوا من 150 لبنت هاوس 580 مع سقف عالي، تراس كبيرة مع بيسين، منظر بيطير العقل. رحنا على مرم خايل، بلشنا مشروع اسمه ليف. جربنا نفوت بسجمنت الشقق الهاي اند بس صغيرة، شقق ببلشوا من 90 متر لحدود البنت هاوس 400 متر مع تراس وبول كمان مثل العادي، فيو على البحر وعلى الجبل. انتقلنا منطقة الصيفي، عملنا مشروع اسمه ليف صيفي، استعملنا زيت الاسم، كمان عملنا شقق صغيرة مع سقف عالي لوفتات ببلشوا من 116 متر لحدود ال 400 متر بنت هاوس معروف، تراس وبول له سي فيو وماونتن فيو مثل العادي. من بعد بيروت حبينا نعمل مشروع بكسروان. بكسروان لقينا فارا كلوب، هي اهم منطقه واهم ماستر بلان بالمنطقه فوق. عملنا 1800 اتسجيتد كوميونيتي، حوالينا كله برايفت فيلاز، ببلشوا المساحات من 128 متر لحديد 500 متر. بالمشروع في عنا جيم، بول او دور بول، اكيد اندر جراوند باركينج مع بيج ستورج فوق. التسليم ببلش على مراحل من الله رد باخر 2016 وبيخلص بال 2017. تحت اسمهم في مشاريع كتيرة بلبنان، تريليوم بيروت، بالاسيو، فيفردان، فيرميلو وغيرهم كتير. كل سنة عندهم أمال جديدة ورؤى جديدة، والتطوير العقاري بنظرهم هو هدف أساسي لتحسين صورة لبنان. بمقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة تريليوم ديفلوبمنت السيد مصطفى أحمد، رح يخبرنا أكثر عن المفاجأة الجديدة يلي محضرينها هالمرة ويلي ما حدا سبقون عليها بلبنان. هالسنة we are very excited as Trillium Development because we will launch a magnificent project in the next one month. The new project is called the Titan. It's located in Kronischebeek in a land of 5,000 square meters, and we will have around 20,000 square meters of first-class office space, plus retail shops, cafes, gardens, landscaping. The offices will vary from 70 meters up to 600 meters. But what is exciting about this project more than the others, if I may say so, is we will do something that has never been done before in Lebanon. Everybody that buys, every client that buys from us in the Titan, the new project, one guy or one lady will win $1 million. $1 million, he or she are free to spend however they want it. So the Titan, my new project, not only will it shake the Kronischebeek landscape because of the powerful design, but the $1 million is something that we believe will bring a huge exposure to the real estate industry in Lebanon. Also, we have France Bank supporting the clients by offering them a 10-year payment plan with great interest rates. So this is also encourages the foreign investors and the local investors and the Lebanese who want to buy an office and they want to pay long term. We believe in our country. We believe everyone has a dream to come and invest in our country. Just like I invested and I never thought one day I would, I encourage everybody else to come back home and invest in the real estate industry in our country. بالحديث عن أهم المشاريع والإنجازات بلبنان، بدي خبركم انه باواخر هالسنه رح يتم اطلاق نظام الموقف الالي للسيارات المعروف عالميا بالاوتوميتد باركينج، وهو الاول من نوعه بلبنان وصناعته لبنانيه 100% بمعايير اوروبيه للصناعه والامان. هالمشروع اطلقته شركه اس بي سي سمارت باركينج كوربوريشن المؤلفة من رجال أعمال ومصنعين لبنانيين، وهن باريسيس، مانيوتك، فورتس،
ساكس اي تي وفي اي بي باركينج كلهم سوا قدموا الدعم المالي والخبرة الفنية والصناعية يلي أكيد رح تحل أزمة المواقف العامة بلبنان بأقل كلفة ممكنة وبمستوى عالمي. يعني تخيلوا أنه بمساحة 50 متر مربع رح يصير فينا نصف حوالي 30 سيارة. رح نفتخر أنه هالصناعة هي 100% لبنانية. ما شفنا جزء من التطورات العمرانية بلبنان رح نعمل جولة سياحية تتضمن مواقع أثرية، مصايف، أسواق، مطاعم، بحر وغيرهم كتير، وكلهم ببلد واحد هو لبنان. من قلعة بعلبك، من قلب سهل البقاع، من هليوبوليس مدينة الشمس، منبلش نهار جديد لنعرفكن على أهم وأعظم الأثرات بالشرق. هالموقع الأثري الرائع هو الشاهد الأساسي على قوة وثروة وعظمة الإمبراطورية الرومانية. بيبتعد حوالي 85 كيلومتر عن العاصمة بيروت وبيرتفع بحدود 1160 متر عن سطح البحر. استمرت عملية بناءه أكثر من 200 سنة وأشرف عليه أهم الأباطرة الرومان. نحن بعدنا بسهل البقاع وتحديداً بقلعة عنجر، هالمدينة الأموية اللي تأسست بمطلع القرن الثامن. واللي بيميز هالموقع الأثري إنه موجود على مفترق طرق تاريخية بتوصل حمص بطبرية ودمشق ببيروت، ومن بعدها رح نروح على صيدا وصيدا. هلأ ببلدة كفر دبيان قضاء كسروان، وتحديداً أمام قلعة فقرة الأثرية. هالقلعة الموجودة بطبيعة لبنان الرائعة، بنيوها الرومان على أثار فينيقية، وهي بتنعد من أجمل الأثرات الموجودة بمحافظة جبل لبنان. فازت مدينة جبال بلقب عاصمة السياحة العربية لسنة 2016، وهي أقدم المدن المأهولة بالعالم. أسسها